معظم صفحات الإنترنت اللي تحتوي لك على داتا معينة لنشر مواضيع معينة أو أي شيء، فهي تحتاج إلى متنقل الصفحات. ومتنقل الصفحات الغالب أنه تقوم بوضعه في أسفل الصفحات بين المستخدم يكون في الأعلى، ويمكن إضافته في الأعلى والأسفل لتمكن المستخدم من عملية الانتقال إلى صفحات جديدة تضمن لك المحتوى المعني. إذا هنا أنا في الأسفل، أسفل الديف اللي هي تمثل لك الكول، راح ابدي باضافه يو ال. ببساطه يمكن ان نحصل على البيج، تصميم بيج نيشن من خلال استخدام كلاس بيج نيشن. ثم بعد ذلك داخل هذا الكلاس اقوم بوضع الاي مالته واطبق عليه كلاس ايش يسمونه البيج ايتم، اللي باعتباره بيج ايتم. داخل الاي ابدا اطبق كلاس على اي معينه، ابدي اقول له انه هذا عندي بيج لينك، ثم الاتشرف مالته لا يذهب الى اي شيء الان. طيب فهنا مثلا عندك next or previous، ثم اخذ هذه الالاي ابدي اكررها. هنا تكون عندك مثلا واحد، اخذ كوبي انزله بيست. هنا تصير عندك اثنين نفس الشيء، هنا تصير عندك ثلاثة، اوكي هنا اربعة، وهنا راح يصير عندك خمسة، اوكي. واخر شيء راح يحتوي لك على زر النكست للاستمرار الى صفحة جديدة. طيب الان خلينا نعرض النتائج حتى نشاهد تصميم البيجينيشن باعتماد على الكلاس توفره ان الوسترب. انزل الاسفل، لاحظ كيف راح يكون عندك هنا الانتقال الى صفحة قديمة، هنا الانتقال الى صفحة جديدة. يمكن يستفاد من الكلاس اكتف، فمثلا نقول له على الاثنين هنا على الالاي اقول له عندي اكتف. هذا الاكتف كلاس راح يعمل لك هايلايت على يعني يبين لك انه الصفحه المفتوحه حاليا هي الصفحه الثانيه مثلا او الصفحه الثالثه، لابد انه تبين ايضا للمستخدم هذا الشيء، اوكي؟ فتبين الان انه هذه هي الصفحه الثانيه، يمكن ينتقل للصفحه الثالثه او يضغط على نكس حتى يبدي انه يحمل صفحات جديده.